كيف اليوم انا العب روبلوكس. طبعا حتى انا حجزت هيك البيت هلا بجيب بيت بس اللي اتفقنا عليه بننفذ باذن الله يا حبيبي سلامة باذن الله. محتار كتير اجيب ايش فجيب بجيب ده طبعا هيك تجربت الناس كتير كتيرة. هاي يلا يلا يا أنا أصور فيديو. يلا طيب مو بينك برجع لكم بعد ما جات الكون وهلا انا كتبت لهم. طبعا يا جماعة اكتب لهم كولو هاي هاب ايه سامع كل مصحف بس مش عارف ارد علشان بيهم لا ما تعرفيش حاجة عن الست عليا. هاي عايز منها ايه؟ هادي يا جماعة متابعيني كتير احبكم. لا شفتها ولا بقت تكلمني. بقولك ايه ما تخش تستحمى اوكي اتشرفت مأمون قدر بس انا بقولك مش هيقوم منك بالك لو قام محدش هيقدر يمس مش هيلومنا غير كره الكل يعني كانوا بيحبونا قبل كده يوم دخلتك عليا عسل اتشرفت لا الصلاة والسلام انا عمري ما كرهت ولا جيت على حد هم اللي جم عليا من اللي فيها نضاف وهم اوسخ خلق الله بس متعبيين في هدوم بريحة خلينا في اللي احنا فيه هنعمل ايه في المصيبة دي كل حاجة ليها ترتيبها بس هو هتفكري ان موته هيقفل اكتر لا هيفتح الواد عالي ده لازم ياخد على عينه عشان يرتجع وما تفتحش عينه فينا انا ما بخافش تيجي زي ما تيجي بقى اقول لك ايه ما تكلم سيد كده يبعت حد المستشفى يطمن استنى سلام يا جماعة الحمد لله على السلامة كنت فين يا عين امك كنت عند سيدنا الحسين مدى لا يا حسين تروح تزوره ربنا يطهر بيتنا بقى لا ما بنرش في نيل طبعا يا جماعة حبيتكم كتير أول مرة أتشرف بيكم بقول لك إيه؟ إيه؟ بطل نوار على الواد فروحة والجاي مش شايف هو بيعمل إزاي؟ يعمل اللي هو عاوزه وقت ما هو عاوز ده بيت أمه بيته آه أنا؟ بيت أمه إيه؟ لا بقول يعني اتربى في عزه ويتدلع براحته في بيت أمه أنا أصور اللي مدخلك كده من غير لقحم ولا سلام مفيش يا تون وبعيد عني السعادة الله يهديك هو إيه ده يا أخويا اللي بعيد عني السعادة ما أنا سايباك طول اليوم وأنا معبوس الأخص اللي بره دي الله يسامحك أنا مش هرد عليكي بس عشان خاطر سيد هيا أحلى متابعين طيب طبعا هي تقول لكم هيا احلى متابعين شو بنسوي شو بنسوي اليوم ناموا بقى خدنا بقى افتح يا سيد افتح يا سيد
حطوا لايك. لو انت لسه جديد يا جماعة اشتركوا بالقناة. طبعا كتير احبكم احلى متابعين. طبعا كتير متابعين حلوين كتير كتير حبتكم الكل عجبني. طبعا سوري انا اكذب. بعد ما بقى عندها دافع جديد للانتقام زي ما انتوا شايفين ملوش اصل. في الحلقه القادمه فاصل مسلم هتودي ازاي تتفاجئ. احنا عرفنا كل حاجه اللي مستنياها. كلكم حبايبي على NBC مصر. رمضان يجمعنا. رمضان كريم واهلا وسهلا بيكم في مسابقة برنامجنا مهيب ورزان في رمضان. وهنشوف سوا لو كنت فايز او فايزة بتاني مسابقة لينا في شهر كريم. هنتصل بسرعة. كيرن انا. الو بنزل. مساء الخير، معاكي رزان مغربي من ام بي سي مصر. رمضان كريم. بتشوفي مين معي؟ انا سهى محمد غانم. سهى محمد غانم، انت منين يا سهى؟ انا من بني سلامه الجيزه. يا اهلا وسهلا ببني سلامه والجيزه. رمضان كريم عليكم. سهى، سؤال حلقه امبارح كان من هو الفنان المصري الذي لحن النشيد الوطني الجزائري؟ والاجابه كانت برافو محمد فوزي. وانت يا سهى جاوبتي صح، ومبروك كسبتي 100,000 جنيه. طيب يا جماعة كتير الناس زهقتني فلقنا. الطبيعي بقى يا جماعة اسمعوا كلام المتابعين، حطوا لايك سبسكرايب كومنت. يا الله البنت تقول كذب يا جماعة صدقوني. يعني انا مو بص انا مو دلوقتي يا جماعة مو بصور، يعني قولوا لي انا مو بصور. قولوا انا مو بصور. مش كذب اول كان كذب صدق، يعني كان كذب. انا مو كنت بكذب يا جماعة بذمتكم. انا كنت بصور ولا لا؟ اول كان اول مرة نزلت في المعب. طبعا اول ما نزلت رحت هون. سوري والله سوري. المهم انك انت تكون في زي. احنا البنات ولينا عند قطن الحق.
برنامج الحكاية ان احنا دايما بنجيب الحكاية من اصلها. سر اني ذبحتك بس انا انسى كتير عشان انا مو اخدت بالي بس يعني سوري يعني سوري. لا هلا يا جماعة اختي المتابعين الكيوت هم اول مرة صح؟ انتوا اول مرة صح؟ مش معنى انتوا اول مرة يعني ميار لي يعني انا ليك ليش يعني انا لحد كلنا مع بعض نعم. سوري يا جماعة كنت أشرب عشان كتير المصايمين أيام كانوا لون أحمر أي أحمر كلنا طيب يا جماعة أول شيء بنروح نروح نشوف ما شاء الله كله في وراي. طبعا انا متشكرة لكم للكل طبعا اهلا بلون شعري يا الله هاد مو لون احمر هاد لون احمر ايوه انه لون احمر مش قوي يعني سعيد عادي عامة هو لون أحمر طيب أنا لبست Thank you.
طبعا يا جماعه يلا البسوا. البسوا احمر. طيب يا جماعة أنا قفلت البيت تبعي. طيب أنا قفلت هلا ونسيت ألون البيت تبعي فبلونه. طيب أشوف هيك اللون شلون أحمر. طيب ما يخلصي ما يخلصينه خلص. ليش ما يوم لبسيت يا جماعة؟ لبس احمر يا جماعة. لبس احمر يا بنتي. هاد مو احمر. الابيض مع احمر صح. وهاد بينك. طيب طيب مستنى اوقات على ما تخلص. اوكي هي جاهزة. اوكي مين تاني؟ اوكي تاني جاهز. اخيرا ستر ستر خلاص. انا هلا بغير بلوزتي عشان ما يكون شكل بعض. البلوزة حمراء. طيب طيب ننتظر الأوقات. طيب هي ركزت اللون لأني كنت شكا إنه أمر فهلا بلون أحمر. طيب هيك نكون أمال إيش؟ شهد هاد اللون الأحمر. هاد اللون الأحمر. طبعا يا جماعة بنشتري اشياء من السوبر ماركت ونرجع لكم. بروح عند لهم وبنرجع لكم بعد ما نشتري اشياء من السوبر ماركت. رجعت لكم. ايه هلا اشترينا اكل. طيب يا جماعة انتو سوري انا هلا اخذت الاكل. يلا يا جماعه
منحطش اللون الاحمر، هو اللون احمر بس مو راضي يجي. طيب بناخدها ونشيل كامو. تعال نروح البيت، نروح البيت. اوت وات سوري. هلا بروح البيت وارجع لكم.